عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار وثار عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار وثار Oh.
تلوث المحيط او البيئه شنو يجب عليه؟ يتحمل المسؤوليه تاعها، لازم يتحمل المسؤوليه تاعها. احنا عندنا هنا في الولايه تاع السيده كنا نظن ان هذه المفاهيم الخاصه بالتلوث هي بعيده علينا، ولكن ظهر للاسف من خلال دراسات المتتاليه التي قام بها اناس مختصين باكتشاف وللاسف مره اخرى بمخلفات او تاثير هذه المخلفات على مواردنا، خاصه مواردنا الطبيعيه في مدينه سعيده. لو سالتكم بما تتميز مدينه سعيده؟ الماء طبيعي جيد جدا. الماء في مدينه سعيده يتشكل او يوجد على مختلف الحالات التي نشهد فيها محافظة أخرى. تفضلي. عدم تلوث. عدم تلوث جيد جدا. عندنا نوعين من المحافظة، عندنا المحافظة الكمية يعني هذيك الموارد تاعي مستهلكة بصفة عقلانية كما قالت الزميلة تاعكم بعدم تلويثها. كما نعرفوا أي عنصر موجود في الطبيعة مهما كان الحالة تاعها يعني صلبة أو زائدة أو غازية إلا ويتحلل في الماء. يعني قضية وقت كان عناصر اللي يتحلل في الماء إيميدياتو يعني آنيا، كان بعض العناصر اللي طول، ولكن كل عنصر موجود في الطبيعة إلا ويتحلل في الماء. وهذا السبب كبير من أثرات على الماء مازالوا العلماء ما حلوش. كل عنصر موجود في الطبيعة يتحلل في الماء بما فيهم عناصر تاع تلوث، وهذه المشكلة. هذا المشكلة. عندنا احنا اليبوع تاع نيويورك كان تاع سيدي معمر وكان في عين حجر، عندنا ثلاث ينابيع. دونك هذه من عين حجر غير لهنا في سعيده باش توصل تتخلط في الطريق، تتخلط مع تاع عين حجر، مع تاع عين سيدي معمر، مع تاع هنا تاع الكوماندو المجدوب. ايوا. دونك احنا اللي كيما انتم كجمعيه ولا كمنظمه ولا كهذا اللي راكم تابعينها تاع حمايه مياه سعيده، على ما يكونش هناك هناك فصل تخليها كما قال لك ان سوس ولا طريق اللي احنا المياه المستعمله نخلوها على جهه اللي تروح للشلل المزين، والمياه تاعنا احنا المياه الطبيعيه تاعنا تستفادوا بها طبيعيا عن طريق الري كما قال كما يقول لك عن طريق الاستعمال المنزلي. احنا باش نفصلوا هنا اذا احنا عندنا موارد مائيه وعندنا امكانيات ماديه، هذا ما نقوموش بها احنا اصلا نحدد الفصل هذا. اللي حتى اللي يستعمل الاسمده تاعهم ولا اللي في براشم ولا في عين حجر يكون عنده الجانب اللي يروح مع المياه اللي تعاد اصلاحها، باش نعاود احنا نوجهوها لان حنايا عن طريق الاستصلاح الوحده اللي يكون عن طريق حتى المواد الكيميائيه اللي احنا نديروها نعاودوا نكيبيروها من الجانب الاخر. هذا هي التدخل اللي كنا نحوسوا احنا عليه من فضل. تدخل محاوله تنقيه الواد تاع سعيدة؟ استاذ على ما زعما قاموا بالتنقيه بالتنقيه تاع واد سعيدة. هما باشروا باش يستعملوا انابيب كبيره. وهم يديروا انابيب كبيره خاصه بالصرف الصحي يعني باستعمال تاع المياه المنزليه. المشروع بدا بناء ابار او شدود لعدم تبليغ مياه أمطار. جيد جيد. زميل تاعكم قال على ولايه الحزيره ما قامتش ببناء سدود لحشد او تخزين المياه. يعني شوف ولدي باش نقوموا احنا ببناء سد لازم بعض شروط، بين هاد الشروط لازم الارض تاعي تسمح لي، يعني لازم يكون عندي بما يسمى بالخزان، تكون عندي كي الباصه كي الخزان، انا جي هذاك خزان و نسيي باش نستعمل تما سد. حنا في سعيده ما عندناش معادله من الاكسجين، ولكن السد تاع الماء ماشي في ذرتين من الهيدروجين وذره من الاكسجين. السد تاع الماء في هذه الرابطه بانيزون في هذه الرابطه تاع الهيدروجين والاكسجين. شكرا شكرا شكرا.
tierra, quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra.